سماء الكويت بدت كلوحة فنية جميلة مساء اليوم، رسمتها الأضواء وألوان الألعاب النارية عبر المهرجان الذي دعا إليه الديوان الأميري، وشارك فيه الآلاف من المواطنين والمقيمين احتفالا بافتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. هذا وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تفضل يوم الاثنين الماضي، فشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح المركز الذي يشكل معلما من معالم الحضارة والثقافة والرقي في بلدنا الحبيب الكويت. ليلة ساحرة ازدانت فيها البلاد بالأضواء والألعاب النارية، واختطفت فيها الأبصار على شارع الخليج العربي احتفالا بافتتاح السرح المعماري مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. المهرجان الذي تابعه حشد كبير من المواطنين والمقيمين وبدأوا بالتوافد منذ ساعات العصر، تلألأ من خلاله المركز الذي يشكل تحفة معمارية تضاف لمصادر الفخر والاعتزاز للكويت دولة وشعبا. هذا وقد اكتملت بهجة المهرجان الذي عكست لوحات التاريخ الثقافي والفني لدولة الكويت باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا للتنظيم الرائع بتعاون جميع الجهات المعنية في البلاد.